العظيم جامده والله العظيم. بص يا جماعه انا شايف ان هي جامده، انا عارف ان انت ممكن عملت الحكايه دي 10 مرات، عملتها مره وانت نايم وانت صاحي وانت متكئ على جنبك، وان في 10 يوتيوبر عملوها قبلي، بس بصراحه هي عجباني قوي حلوه. لا جامده جامده جامده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتمنى تكونوا بخير يا رب العالمين، كل سنه وانتم طيبين. ومناسبه راس السنه الهجريه النهارده، ربنا يعيد عليك يا رب بالخير واليمن والبركات. وبصراحه ببجي موبايل برضه حبيت اللي هي تحتفل بنفس الحكايه معانا براس السنه الهجريه. في عندك معرض المرح الصيفي، لو انت جيت دخلت عليه دلوقتي هتلاقي عليه جوائز جامده جدا، تعمل تسجيل دخول وبعد كده تاخد الفاير ورك الاولانيه، وبعد كده لو انت عديت ماتش لمدته 20 دقيقه في اي جيم كلاسيك هتاخد كوين تاني وتقدر تفجره وتاخد بقى سكنات الامفور، سكنات عربيه وطقم دائم، هوريكم مع بعض. بس الاول خلينا ندخل نلعب الماتش ونرجع لكم تاني. يلا يا جماعه النهارده هنعمل بقى التحدي جامد جدا بتاع شوتجن والسنايبر، ربنا يوفقنا ان شاء الله. لو انت عندك اي تحدي من التحديات اللي نفسك فيها يا ريت تكتبها لي في التعليقات، وان شاء الله رب العالمين هعملها لك حاضر من عنايا الاثنين. قول لي بس التحديات اللي انت عاملها، بس اهم حاجه تكون تحديات جديده. انا عملت تحدي كروس بو، ادخل كده خد لك لفه في القناه، في واحد نزل معانا دلوقتي. يا لهوي انا نفسي افهم بس سؤال، التحكم مختفي ليه؟ اوكي مش عارف انيشن عليه، اضرب عليا قنبله. طبعا يا جماعه احنا بناخد اي سلاح لحد ما نلاقي شجرنا، لما بنلاقي شجرنا بعد كده بنرمي السلاح اللي معانا. ها وده اهو تمام اوكي، بس انا حد عمال يلف حواليا. حبيبي حبيبي ده طلع تمام. بوت 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 بوت، بس في اصوات تانية موجوده. شوف على الخريطه فوق على اليمين في رجل حد جنبي على طول. غيرت السلاح، دوس على السلاح غلط. هو احول وانا احول منه، والله العظيم هو احول وانا احول منه اهو. ايوه بيضرب مع مين بقى؟ تعالى هو فين بقى؟ في الدور التاني؟ لا مش في الدور التاني، بقى في السطح. لا ما احنا كده، انا بص انا بقول لكم ايه، لا ما تقوليش ان بعد كل ده يطلع في الاخر بوت. لا والله حرام انا مش شايف حاجه. طلع كده تيجي فيا. الطلعه جت. اخ يا ابن هو ما اعرفش بقى اذا كان هيشوفني ولا لا، بس طالما ان هو جبني من ضربني من الناحيه الشمال يبقى اكيد دلوقتي ممكن يكون فوق شجره، بس انا معيش سنايبر عشان اقدر اتحداه. يا رب مشي. لوت فين؟ لوت شكله بيلعب معايا؟ بقول لك ايه؟ لا لست انا هذا الرجل. ايه ده؟ الله تمام. الله مش في راسه ازاي دي؟ ايوه كده ايوه كده يا جارع. تمام دي عربيه. لا كانت تبقى حلوه لو كانت جت. اوكي لا 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 تعالى هنا. اوكي ده دخل البيت اللي جنبي تمام قشطه. لا ده ندخل ابص عليه بقى بسرعه. اهو ايوه كده في وشك يا معلم. سكوب بقى. ايوه كده سكوب 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 سكوب. بس يعني انا بكده مرتاح اكتر بكتير. كان في واحد اهو بس والله العظيم جامده والله العظيم. بص يا جماعه انا شايف ان هي جامده، انا عارف ان انت ممكن عملت الحكايه دي 10 مرات، عملتها مره وانت نايم وانت صاحي وانت متكئ على جنبك، وان في 10 يوتيوبر عملوها قبلي، بس بصراحه هي عجباني قوي حلوه. لا جامده جامده جامده. الضرب ده جاي منين؟ الضرب ده جاي منين؟ ثانيه بس كده رسيني كده والنبي رسيني. انا هنا يا حبيبي. انت بتدور على العيل تايه يا ابني، خد لك كفر الله يخرب بيتك. مش ضرب على الخريطه ده، في واحد قدامي هنا اهو. دخل الكشك ولا خرج من الكشك؟ اهو ده مش جريتش. اوكي سلاحه طالع اهو. ايه ده بيضرب؟ بيضرب عليا. هو بيضرب عليه. بس كده تمام.
حلو قوي. سكوب 8 كمان احنا كده زي الفل. بس هو كان بيضرب عليا ولا كان بيضرب عليه؟ عشان انا دمشت الواد اهو بالقناصه اهو. استنى كده نحاول نديله قناصه تقنيصه. الله 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 الله. هو ايه يا باشمهندس؟ هو فين؟ تمام 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 تمام. بص عايز اقول لك على حاجه، انا عايز اقول لك على حاجه. انا عارف انك انت محترف، انا عارف انك محترف ومنحرف في نفس الوقت. فانا هاخد بعضي كده بقى يا معلم. تمام. انا مش عارف اقتله. مش عارف اعرف اقتله ولا مش عارف اقتله. بص يا جماعه. لا تقتلني ولا اقتلك يا معلم. صباح الفل. انا اخد العربيه. تمام. ايوه سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. فاضل ثلاثة، انا واحد منهم يعني، فاضل اثنين. اوكي بص يا جماعه، انا عندي استراتيجيه. انا مش عارف اقتله لان هو محترف جدا وما شاء الله يعني كويس. تقريبا ده الاول على افريقيا واسيا واوروبا. فخليني بقى ادور على التاني واقتل التاني ويبقى الخطوات اهي. خطوات، سمعت خطوات. اوكي لو انا ده التاني. ايوه اهو. تمام بقى كده، مع السلامة. صباح الفل. انا كسبت يا جماعة، انا كسبت. ادلس فاضل الواحد. اقول لك لا لا، ما فاضلش حد صدقني، ما فاضلش حد. مش عارف، انا مش عارف مش عارف. بس انا بص يا جماعة، انا احاول عشان خاطركم والله. بس انا مش عارف، انا بلا مش عارف. انا عارف لا. انا مش حضرتك، انا مش ساحر. انت ايه هتقتلني امتى؟ اقتل بقى، اقتل بقى لو راجل. اقتلني اقتلني، خلصني من التوتر اللي انا فيه ده. بالعربية سابها هناك. حلو قوي الكلام ده. تمام تمام. قلتلكوا ده اخري، انا كنت متوقع اني اموت يعني. انا لا اصلا بالساحه. فوالله العظيم 11 كلها حلو. ويعني اعتبر ان انا بصراحه، انا شايف ان انا بالنسبه لي اعتبر ان انا كسبت الجيم. نشغل الالعاب الناريه دلوقتي يا جماعه، وجمعنا الحاجه. بس معلش يعني في شويه يعني، عشان ده مش من اللعبه بس، ده من النت. نجمع بقى ونشغل الالعاب اهي. فرقعه اهي. عام سعيد. عام جديد سعيد. ايوه خدنا كمان السكنيه بتاعت الام 4. اهم حاجه يا شباب، ما تنسوش ان انت تستخدموا التوكن في الالعاب الناريه، لان انت لو عدى عليها يوم هتروح منك، ان انت هتروح هتستلم كل الجوائز بتاعتك من البريد اللي موجود في اللعبه. صراحه حركه جميله جدا، ان هي يعني ببجي موبايل بتعيد علينا وبتقول لنا كل سنه وانتم طيبين، والناس بتعيد السنه الهجريه في كل مره بتفرقع فيها الالعاب الناريه. فاحب اسيبكم على خير، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وتشتركوا في القناه علشان انا بنزل فيديو كل يوم الساعه 8 بالليل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم دايما على خير.